الجهه الشرقيه من وجده غادي نمشيو لبني ملال معنا ام حمزه. صباح الخير ام حمزه. صباح الخير سناء. اهلا وسهلا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. عواش مبروكه لكذلك ام حمزه بصحه والسلامه. اذا راك لاباس عليك؟ الحمد لله هانيه. ربي يخليك. لاباس. لاباس ام حمزه. انا بغيت نشكرك لانه انت كتصلي بينا باش تجاوبي على الطلب ديال الاخت اللي كانت كتسول على دوك لي صغبي او المثلجات اللي كنصوبوا في الدار بالفواكه. وكذلك كان السؤال ديال سعيده من طنجه كتسولنا على الكاشر كيفاش السيده تصوبوا في الدار. اييه ولا الله يفكها عليك في الدنيا والاخره. امين فكها علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب. يلا بسم الله احنا معاك والمستمعات كلهم في الانصات ام حمزه على بركه الله. الكاشر ولا نبداو بالكاشر؟ واخا واخا كناخذوا الكفته ولا اللحم اللي كان يا دجاج يا لحم. كناخذوا كاس ديال الروز مسلوق صغير، نص كاس ديال السميده، درس ديال الثومه، واحد ضامه ديال البنه ديال البقري، كاس ديال الزيت. تنزرب ولا تزرب شويه؟ انا لقيتيني كنعينك ونقول لك نعاودوا معاك المقادير غير بشويه. واخا اذا نبداو من الاول. قلتي السيده دير شويه ديال اللحم على حسب اللي كاين ولا الدجاج؟ اللي كان. شحال تقريبا؟ رابعه اللي كان، وعلى حسب على حسب السيده اش بغات. واخا. كاس ديال الروز صغير مسلوق. نص كاس ديال السميده، هذاك الكاس ديال اللي عبرنا به الروز نعبروا به السميده نص ديالو. واخا. كاس ديال الزيت. ردات ديال الثومه. نعم. واحد الضامه ديال البقري. شويه الملحه. نعم. شويه الهريسه. اربعه ديال البيضات. وشويه القزبر حبوب مطحون. واخا. صافي كنطحنوا هادشي كله. اييه. وكنديروا سميتو يا الكاس ديال بعد كيتباع نيت الكاس ديال الكاشير. ديال الكاشير هي ديك بحال المول هو كيكون مدور. ايه المول مدور ولا كنديرو في البلاستيك بلاستيك عادي الغذائي. عادي وكنديرو كنحطي فور في الكاس. ايه وصافي وفي الصحة والراحة. شحال تقريبا كتخليه يتفور يطيب؟ كنفور شي ساعة تقريبا هكاك. اييه. واللي بغات دير وسط الزيتون كدير الزيتون. الزيتون يكون مقطع شرائح يكون ولا يكون مقطع كديرو الوسط ولا مبغاش ديرو داكشي اختيار ديالها. هذاك مجرد. ومن بعد كيفاش تنصحي السيدات يحافظوا عليه؟ تحافظي عليه ديرها. انا والله دابا دايره في الكونجيلاتور نيت درته في العيد ودرته في رمضان وباقي عندي في الكونجيلاتور. ايوا هي تصيفط لنا الدوقة وخلاص يا ام حمزة. مرحبا قريبة ليا نصابو نجيبو لي. ربي يخليك. باقي عندي دابا نيت. ربي يخليك. هذا اذا الكاشير. هذا الكاشير. نشوفوا معك الطريقة ديال تحضير المثلجات في البيت. ايه مثلجات عندك ندير الفواكه كاملة. عندك بنان نص كيلو ديال الفواكه مخلطة، بنان الخوخ مشماش، المهم الفواكه وصافي. فريز اللي كاين اللي كاين كتعبري نص كيلو. كتاخذها كتغسليها وكتقطعيها وكتطحنيها، كديري معها 100 غرام ديال السكر وحامضه معصره. اذا هاد نص كيلو ديال الفواكه المخلطه كتطحنيها مع 100 غرام ديال السكر. نعم. وحامضه معصره. تخلي هذيك ابار وكديري سميتو هذا ابيض بيض كطربيهم حتى تيوليو ثلج. شحال ديال ابيض البيض؟ جوج. جوج. نعم. وكديري ديك القشده، كتشري الساشي ديال القشده. اييه. كطربيها وكتخلطي كل شيء. تطربي هذوك وتطربي سميتو القشده وكطحني هذاك الفواكه وكتجمعي كل شيء. اذا داك الفواكه كتخلطيهم مع ابيض البيض اللي طلعتي اللي مطلعو مع القشده. مع القشده الطريه. واخا كتجمعي كريم شونتي. كتخلطيهم دابا كاملين وكديرهم في الكونجيلاتور. اييه. وكتبقي تجبدي كل ساعه ونص ساعتين كتجبدي كتطربيهم واحد شويه من الاول غير بشويه وكتطلع شويه الميكسور وتعقبيهم تاني الكونجيلاتور شي اربع المرات ولا خمسه. وكل مره ما بين المره والمره تخلي ساعه ونص. تخلي ساعه ونص ساعتين تجبديه تطربيه شويه
وتعقبيه، جبدي ثاني طربيه شويه وتعقبيه، في الاخر غادي تولي لك صوربي بالصحه والراحه. نم نم نم. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه ام حمزه، تبارك الله عليك وخلاص. خلات السيده قبيله قالت لك هذا الشيء وغايه، راه بغيت نقول لك انت تبارك الله عليك راك غايه، وتبارك الله عليك والله يحفظك لوليداتك. هذه ام حمزه تحيه لك، عربون المحبه.